نعم رائد، أبدأ ميدانيا من إعلان قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري المسلح لحركة حماس بوقوع قوتين إسرائيليتين خاصتين في كمين محكم نصبته كتائب القسام في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. كما أعلنت كتائب القسام بأن هذه عناصرها قد أجهزت بالكامل على هذه القوتين، على هاتين القوتين، وهما في المناطق الشمال تحديدا في حي الشيخ رضوان شمالي غربي قطاع مدينة غزة. في التطورات الميدانية أيضا يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. الغارة الأخيرة تركزت على منطقة الحاووز في مدينة خان يونس جنوبية القطاع، وقد نقل على إثر هذا القصف شهيدة وعدد من الإصابات في هذا القصف، إضافة إلى قصف إسرائيلي تركز على المناطق حي الشجاعية وحي التفاح في مدينة غزة في المناطق الشرقية تحديدا لمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات. ولكن حتى هذه اللحظة الطواقم الإسعاف تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى هذه الإصابات وهؤلاء الشهداء إثر القصف الإسرائيلي المركز في هذه المناطق والاشتباكات العنيفة الدائرة في هذه المنطقة تحديدا مع عناصر المقاومة الفلسطينية، حيث تعتبر المناطق الشرقية لمدينة غزة محاور قتال ومواجهات مسلحة عسكرية كاملة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية. ميدانيا أيضا نتحدث عن الانهيار الكامل والصعوبة البالغة، كما تحدثت مستشفيات جنوب القطاع، مستشفى ناصر الطبي ومستشفى شهداء الأقصى بالانهيار كامل وعدم القدرة على استيعاب عدد أكبر من الجرحى والمصابين الذين يريدون في كل دقيقة تباعا إلى هذه المستشفيات نتيجة الضغط على هذين المستشفيين إثر عملهما فقط في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية. المستشفى غزة الأوروبي يحوي الآن 900 جريح يتواجدون في المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة خان يونس، وهذا المستشفى لا يرد إليه عدد من الإصابات في الوقت الحالي بفعل أنه في دائرة اشتباكات مسلحة في هذه الأوقات وتوغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. نتحدث عن مستشفى شهداء الأقصى الذي يقع في مخيم النصيرات في المناطق الوسطى لقطاع غزة. هذا المخيم بات حتى هذه اللحظة يتعرض لقصف مدفعي مكثف في ظل استمرار الغارات الجوية وارتفاع أعداد الشهداء الذين وصلوا إليه منذ ساعات الفجر الأولى وحتى هذه اللحظة. يتحدث المشفى عن وصول ما يزيد عن 71 شهيدا و 123 إصابة منذ 24 ساعة فقط في ظل إشغال كامل للأسرة في هذه المستشفيات ووجود أعداد كبيرة من جثامين الشهداء الذين لم يتم تشييعهم حتى اللحظة بفعل القصف المستمر الذي يطال هذه المناطق. ميدانيا وإنسانيا أيضا نتحدث عن أزمات متتالية وأزمات إنسانية في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تحديدا في المناطق الجنوبية التي تعاني شح كبير في المستلزمات الغذائية. بات المواطنون أمام حرب جوع وعطش في المناطق الجنوبية وسط تكدس لأعداد كبيرة من النازحين في هذه المناطق وقلة الموارد وقلة المساعدات الإغاثية التي وردت إلى القطاع. نتحدث عن بعض الشاحنات التي وردت خلال 7 أيام من التهدئة الإنسانية ولا تكفي لسد حاجات كل هؤلاء النازحين الذين يتواجدون في هذه المناطق تحديدا، وكذلك المواطنين الذين مكثوا وصمدوا في المناطق الشمالية ومدينة غزة بعد تعرضها لقصف مستمر وعملية إبادة جماعية في تلك المناطق، وكانت ساحة حرب ومناطق تعتبر مناطق عسكرية مغلقة خلال الأيام الأولى للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.